أن يضيع دم شهدائنا دون أن تثور دماؤنا للانتقام من السفاحين القتلة. دي كمان من ضمن الممتلكات يا حضرة الضابط. كل العذاب والألام هتنتهي لو قبلتي تشاركيني حياتي. إيه؟ ده يعيش هنا بزيته وشحمه؟ يا سيد مبروك، ما اقدرش ابيع لك العجمة ب 3000 جنيه، دي مدفولة لي ب 15000. يا من كريم. ما شاء الله، ما كنتش متصور ان هشوفك بالشكل ده. كل يوم حد لازم يخرجوا من الصبح ما يرجعوش قبل المغرب، وكل شيء مدفون.